صباح الخير، أنا اسمي نائلة عودة من قرية في منطقة رام الله اسمها دير جرير. الصحيح إذا بدي أتذكر إشي عن النكبة بتذكر حياة ستي. ستي من بلد اسمها دير ياسين. ستي كانت تضل تحكي لنا بقصص عن أرض أهلها وعن بيتهم وعن مفتاحهم، حتى لما ماتت كان المفتاح الكبير الحديث معها، لأنه هي بتفكر أنها رايحة تفرجينا بيتها وبيت أهلها والأرض تاعتهم قديش حلوة. ستي من الناس اللي عاشت وعاصرت كل بما في 67 من بيتهم في قرية دير جرير، بعدها كل ابنها وبنتها وهدوا بيتهم وعملوا كل هذا الحكي. وحاليا نحن بنربط كمان في الإبادات اللي كانت تحكي لنا عنها ستي في 48 بأحداث اللي قاعدة بتصير هلا بال 2024 اللي هي نكبة غزة. حتى يعني بربط أنا القصص، بربط أنه كيف هم دخلوا أخوها في البيت اللي كانوا عايشين فيه، وبعديها هلا بنحكي عن إبادات جماعية، بعدين بدفنوا الناس بإيديهم أو بلكوش مكان يطلعوا. هي النكبات للشعب الفلسطيني بشكل متتالي وكلها بترتبط مع بعض، ويا ريت إحنا كمان لما نحكي لأحفادنا ولأولادنا نحكي عن النكبات، ولكن نعيش بسلام وأمان ويكون في إنا بلاد حرة ونصير زينا زي ذاك البشر.